التنصيب الحالية أزمة بلدية عين زيريت التي كانت بعمل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وويل وليتيارت ورئيس بلدية عين زيريت اليوم مجندون من أجل تبرعات المحسنين في بلدية عين زيريت من أجل كافة باش نكتفي مناطق الظل. عندنا ناس متضررين مناطق الظل والإحصاء تاعهم في مناطق الظل 350 عائلة في مناطق الظل بلدية عين زيريت. في إطار تنفيذ تعليمات السيد الوزير الأول المتعاقد السيد 14 رئيس لجنة يتوزعون على عين زيريت مركز 7 والمناطق النائية عندنا 7، حيث كلفنا رأس الأحياء بإحصاء الموازين وتم الحمد لله إحصاء الموازين والعملية الحمد لله في الحين الحاضر عملية تسير في تجمع التبرعات لاقتنام المواد الغذائية والعملية راهي متواصلة والحمد لله نصيب وتجاوب كاين تجاوب من المواطنين تاع عين زيريت والحمد لله العملية متواصلة وإن شاء الله نوصلوها بالقفال للناس اللي تحتاجها إن شاء الله بإذن الله حتى نوصلوها للناس اللي راهي تحتاجها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن سكان بلدية عين زيريت وكمجتمع مدني وكجمعيات ها نحن اليوم قمنا كهبة تضامنية مع الناس سكان بلدية الفقراء والمأوزين والدليل ها أمامكم الناس من مواطني بلدية ورجال أعمال والناس أصحاب المال نشكرهم على الإعانة التي قدموها من هذا الناس الفقراء والمؤازين. وثانيا نطلبوا من الاخوه اللي ما شاركوش وما ساهموش ماذا بهم يعاونوا اخوانهم اللي راهم مضرين ومحتاجين مساعده يعني فعليه حتى في الناس المنطقه الظل باعثين فرقه تحصي الفقراء والموازين في المناطق الظل ونشكر رئيس البلديه والاعضاء والمجتمع الهلال الاحمر من طرحهم السيد رابح سفير والدليل هذا ما قاموا به عملية التطهير و بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هنا مواطنين سكان عين زيريت رانا على قلب راجل واحد من رئيس البلدية إلى آخر مواطن. جمعيات ومجتمع مدني رانا واقفين ورانا البلدية رغم الفقر والنقائص وكذا راهم يساعدوا وراهم مدونا بما ورانا في حالة حجر صحي لازم نطلب من المواطنين في عين زيريت وخارجها والناس المحسنين سيدي يعاونونا يمدوا لهذ الناس اللي راهم هنا معنا عين زيريت راهي فقيره بدرجه اولى راهي اكثر من المناطق الاخرى. سمعت نطلب من هذ الناس يعاونونا المحسنين اللي عندهم فضل الله. سمعت هذا نداء نوجهه لجميع المواطنين والنداء الاخر ندعو مواطني عين زيريت كذلك باش يلتزموا بهذه الامور التوصيات اللي توجهها للجهات الصحيه والامنيه والبلديه ونتكاتفوا وما هي ان شاء الله الا ازمه وتفوت كباقي الازمات. مرينا بعدة ازمات الازمه الدمويه فاتت 10 سنوات وفاتت هذه ثانيه بقضاء من عند ربي سبحانه وتعالى ان شاء الله ويفوت ان شاء الله باذن الله تؤدي الى ذكريات. ونشكر الاخوه تاع الصحافه اللي زارونا اليوم ان شاء الله بارك الله فيهم هذه اللفته ونطلب منهم ان شاء الله الاستمرار معنا ان شاء الله ونشكرهم بارك الله فيكم. راه خاصنا غاز الجعبه ماشي بعيده علينا ورانا دايرين الحجر الصحي خاصنا الاعانه. كمل خاصنا الخدمه رانا لا خدمه لا والو رانا غير قعود ورئيس البلديه راه داير اللي وزيدوا عاونوا
شكرا. بسم الله، السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم كيزورسونا. واللي الحاجه اللي ناكدوا ليها خاصنا رئيس الحي هنا باش يهضر علينا، خاصنا رئيس الحي. الا قلنا رئيس الحي هنا للدوار، الدوار دار ما كاين اللي يهضر عليه، ما كاين اللي حتى والو، راه منسي. الا قلنا رئيس حي باش يهضر عليه. بارك الله فيك، الله يشافي امه محمد، الله يبعد لنا هذا المرض والله يحفظ، وربي يشافي اصحاب البليده ان شاء الله، والله يبعد لنا الوباء ويحفظ بلادنا ويحيي الرئيس. امين.